مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربعاء 24/4/24. امبارح بعد نهايه الحلقه مباشره كان نيافه الحبر الجليل انبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها كان كتب تويته كان بيقول فيها انه اقباط قريه الفواخر بيتعرضوا لاعتداء من متطرفين وإنه إحنا توقعنا هذا الاعتداء وأبلغنا به ونثق في سرعة التحرك وحمى الله مصر، وقال كمان إن هم أشعلوا النيران في بيوت الأقباط. طبعا ده السبب إن إحنا لم يتسنى لينا إن إحنا نناقش مع حضراتكم هذا الموضوع امبارح، لكن الحمد لله بعد عدة ساعات أكد نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس عبر منصة إكس أن الوضع تحت السيطرة وأن القرية هادئة الآن. هو كان التويتة الأولانية مكتوب فيها أن هم منعوا الأقباط من الخروج كمان من بيوتهم وأنه تم حصر التلفيات بهمة شديدة، أجهزة بيوت أي تلفيات، وأنه الدولة هتقوم بتعويض الأقباط اللي حصلت معاهم ده، والأهم الحقيقة والأخطر هو القبض على المحرضين والمنفذين. وبيتم حاليا إجراءات محاسبة الجناة. وختم التويتة على منصة إكس بحمى الله بلادنا العزيزة مصر من كل مكروه. ودي التويتة، وعشان كده الأولانية كان كاتب عاجل ودي كان مكتوب فيها متابعة، انه وصلت قوات الامن والوضع تحت السيطره وتم القبض على المحررين والمنفذين وحصر التلفيات واجهزه الدوله ستقوم بتعويض المتضررين ومحاسبه الجناة ويسود الهدوء القريه الان. وختمها حمى الله مصر بلادنا العزيزه من كل مكروه. احنا النهارده هيكون عندنا فقره عن رغيف الخبز الضيف الحائر على موائد المصريين، حلو العنوان ده. بشكر زملائي عليه. الحقيقة امبارح مثلا أنا شخصيا وأنا مروح اشتريت عيش فينو، فقلت أسأل، عيش الفينو عندنا باتنين جنيه ونص، هل رخص؟ هل حصل فيه حاجة؟ هل اتغير فيه شيء؟ فالراجل رد عليا وقال لي، وهو من أصحاب المخبز يعني مش حد، قال لي لا أبدا، كل الحكاية أنه كبر شوية. طبعا كبر شوية دي ما تقدرش تحسبها حضرتك، يكبر شوية بعد أسبوع يصغر سنة، بعد شوية يصغر خالص، بعد شوية يرجع زي ما كان أبو جنيه، بس أنت بتشتري باتنين جنيه ونص. وعشان كده دايما بنقول الرقابة الرقابة الرقابة. هنتكلم النهاردة عن رغيف الخبز بشكل عام البلدي السياحي الفينو. هيكون معانا السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة الأستاذ خالد فكري، إن شاء الله هيكون معانا برضو حوار تليفوني مع أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية اللي يعني برضو حصل فيها نقص كبير في الأسعار زي ما حصل كده في موضوع السمك بتاع بورسعيد. وأنا بشكر الشعب الحقيقة واللي نسقوا، ومعانا خبر تفصيلي عن هذا الأمر، اللي نسقوا هذه الحملة لأن هم اللي قدروا على التجار، مش أي تكوينة تانية مفروض إن شكلها بتعبر عن الشعب. خلونا نبتدي أخبارنا بأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم انطلاق فعالية البطولة العربية العسكرية، البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في نسختها الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 11 دولة عربية. وخلال كلمته قال السيد الرئيس، كان لدينا حلم بوجود منشآت رياضية تليق بمصر وشعبها، وفي غضون 5 سنوات فقط تحقق هذا الحلم. المدينة الأولمبية مؤهلة الآن لاستقبال كل البطولات بكافة المعايير على المستوى الدولي. وقبل ما نروح كمان نشوف الفيديو، كمان تفقد السيد الرئيس متحف مصغر للجواد العربي، للفارس للفرس العربي، معمول كنموذج في العاصمة الإدارية الجديدة. نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتك.
بعتذر في عطل فني، ومعايا على الهاتف سيادة العميد شريف صادق رئيس المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. مساء يا فندم. ألف مبروك. الله يبارك سعادتك فندم. أنا عايز أبارك لسعادتك من ساعة الماتش الكبير والبطولة اللي اتنقلت عندنا، كان في عدة ساعات المدينة كلها مجهزة واتعمل فيه شغل رائع، وجات لنا الفرصة من السماء. لو كنا دفعنا ملايين علشان نعمل دعاية للاستاد ما كانش هيطلع بالشكل الرائع ده، ولا ايه رأي سعادتك؟ لا طبعا يا فندم، احنا طبعا خدنا دلوقتي احسن دعاية على مستوى العالم للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. طيب بالنسبة بقى للبطولة العسكرية للفروسية، ازاي استعديتوا ليها؟ البطولة العسكرية للفروسية طبعا ده شرف عظيم لينا ان احنا نستضيف البطولة العربية العسكرية للفروسية، ودي أول مرة نستضيفها في جمهورية مصر العربية. أيوة. وطبعا بنستضيفها طبعا بتشريف سيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده شرف لينا طبعا كبير جدا جدا إن احنا سيادة الرئيس يشرفنا بافتتاح البطولة العربية العسكرية، واحنا استعدنا البطولة من فترة بتجهيزات المنشآت الرياضية الموجودة بالمدينة الرياضية، من اسطبلات خيل لمناطق لتجهيز الكشف على الحصنه والخيول لاماكن لاستقبال الفرسان، يعني كنا جاهزين تجهيز كامل يعني لمناطق التدريب ومناطق التسخين بالنسبه للفارسين يعني والفرسان. طيب يا فندم بالنسبه للاستفاده، اكيد حضرتك والمجموعه المسؤوله عينيكم على ما هو ابعد من مجرد اقامه البطوله، ازاي نستفيد من ده لتسويق الرياضه في مصر، وكمان الدعايه لزياره مصر، وخصوصا زي ما فخامه الرئيس اكد ان مصر مؤهله بهذه المدينه اللي كانت حلم من 5 سنين لاستضافه اكبر البطولات في العالم. طبعا احنا عنا على الحدث الاكبر والاعظم، وهو استضافه دورة الألعاب الأولمبية. أي. وده طبعا طموح يعني كل المصريين والرياضيين المتواجدين في مصر، وطبعا طموح وزارة الشباب والرياضة، والهدف الرئيسي إن احنا نستضيف طبعا في المنظومة الكبيرة والمنشآت العظيمة اللي أنشأت في عهد سيادة الرئيس من إمكانيات رياضية عظيمة دلوقتي موجودة، إن احنا نستضيف طبعا دورة الألعاب الأولمبية دي طبعا يعني اعظم حدث رياضي يستقبل، يعني بيبقى فخر لكل البلاد اللي بتستضيف طبعا دوره الالعاب الاولمبيه. انا بشكرك يا فندم جدا سياده العميد شريف صادق رئيس المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه، وكل التوفيق لهذه المدينه لترفع اسم مصر من جديد في مجالات الرياضه وفي مجالات السياحه الرياضيه، وهي سياحه نوع من انواع السياحه معروف في العالم كله يعني. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس مجلس وزراء رئيس مجلس النواب البحريني بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده. رئيس مجلس النواب البحريني احمد ابن سلمان المسلم، وكان مع سيادته وفد مرافق. خلال اللقاء اشاد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية شديدة التميز بين القاهرة والمنامة، وأكد أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي مصر والبحرين. وأكد أيضا دكتور مصطفى مدبولي الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية 33. طبعا ده بيحتاج أصوات، ولما مصر بتدعم وبتدعم بشكل كامل في ركابها تسير دول كثيرة، فإن شاء الله نشوف القمة العربية رقم 33 في أبهى صورة في البحرين، والمفروض إن هي مقررة في شهر مايو المقبل، وعشان كده إحنا استضفنا عاهل البحرين من وقت قريب، وكان المحللين بيقولوا ان من ضمن الموضوعات الرئيسيه اللي تم طرحها بينه وبين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موضوع استضافه المنامه بالبحرين للقمه العربيه القادمه خلال شهر مايو.
خلونا ناخد الاستاذ ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافه العربيه. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا، مساء النور. يعني دلاله زياره رئيس مجلس النواب البحريني في هذا التوقيت والتنسيق اللي ممكن تكسبه كمان البحرين من صوت مصر الداعم واللي اكيد بتتبعه اصوات كثيره في الجامعه العربيه. طبعا احنا بالنسبه لزياره رئيس مجلس النواب سبقها زياره ملك البحرين، ده كان يوم 18 ابريل. ايوه. وكان الهدف يمكن احنا القمه العربيه المرتقبه في مايو في المنامه عاصمه البحرين، وده رقمها 33. ايوه. المكسب هنا مكسب موقف التنسيق ما بين الدول العربيه والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الوضع اللي احنا المتأزم في المنطقة العربية، وهي حرب غزة التي يعاني منها سكان المنطقة كلها. أي. فحضرتك هنا في تنسيق قائم بين البلدين على جميع المستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية التي تتعرض لها شعوب المنطقة. يعني إحنا يا فندم بناء على هذا الكلام نطمح في بيان قوي يخرج عن القمة العربية 33 في مخاطبة إسرائيل بشأن الفظائع اللي بترتكبها يوميا في غزة؟ طبعا احنا بالنسبة للفظائع التي ترتكبها اسرائيل في غزة نجد ان هو لم يستطع احد حتى الان مواجهتها او التصدي لها او الوقوف حتى بالكلام ضد مين، ضد اسرائيل بما فيها الامم المتحدة وغيرها من المنظمات. ولكن يجب على الدول العربية في هذا التوقيت بالذات ان يثبتوا وجودهم امام العالم برفضهم لكل هذه الانتهاكات الإنسانية التي تعاني منها غزة، وخاصة لما نعرف أن الحكومة الأمريكية خصصت مبالغ مالية لم يسبق لها مسير في دعم إسرائيل ودعم أوكرانيا. فأين الشعوب والدول العربية من كل ذلك؟ إيه. هذه هي فرصتهم الأكيدة لإثبات موقفهم الرافض لكل ما يحدث في غزة. صحيح يا فندم، بشكر سعادتك جدا أستاذ ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وكل التوفيق لجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين في تنسيق وترتيب هذه القوة المفترض أن تكون قوة ضاربة، وأنه تتخلى بعض الدول العربية بقى عن المصالح الشخصية البينية الفئوية حتى مش هقول شعوبها، ده أقول يعني حتى مش عارف أقول إيه، في مواجهة عدوان غاشم غاصب حقير. النهاردة أمريكا بناء على طلب من جو بايدن بيعلن وزير الخارجية الأمريكي أن أوكرانيا استلمت صواريخ مهمة بناء على طلب جو بايدن استلمتها هذا الشهر، وأيضا في مبالغ كبيرة جدا رايحة لأوكرانيا ورايحة لإسرائيل. صحيح هم هيطلعوا مليار دولار لغزة، لكن الله أعلم هيوصلوا للناس الغلابة اللي بتموت من الجوع وبتموت من العيا. النهاردة وزارة الصحة الفلسطينية بتحذر من مأساة صحية في قطاع غزة. طيب النهاردة أيضا ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعرض خلال الاجتماع أهم مجريات ونتائج زيارته الموسعة لمحافظة بورسعيد ومحافظة دمياط، وأكد أن الرسالة الأهم اللي تستهدفها هذه الزيارة والجولات الميدانية بالمحافظات إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة اللي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأشار أن الدولة لما بتهتم بملف الصناعة وتعمل على حل مشكلاته وتذليل عقباته فإنها تجد مردود إيجابي يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وشدد أن الدولة جاهزة بكل حوافز ممكنة لدعم القطاع الصناعي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مع حضراتكم. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل والمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية وكذا منحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في كل من محافظات بني سويف والجيزة والقاهرة والبحيرة والمنوفية والوادي الجديد، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو 406.8 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية قفط بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، حيث تتضمن الأرض منطقة قفط الصناعية التي تحظى بالعديد من المزايا الواعدة بين المناطق الصناعية بالصعيد، وتعد نموذجاً جاذباً لاستثمارات القطاع الخاص وشركات إدارة المناطق الصناعية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 12.13% بناحية طريق شط دمياط بمركز دمياط، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في إقامة مشروع مجزر آلي متطور ومحجر صحي. ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير مجازر اللحوم في سائر المحافظات ونقلها خارج الكتلة السكانية وتحويلها إلى مجازر آلية بتقنية حديثة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية شين ميم ميم بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة. انتوا عارفين الحزم المساعدة العسكرية اللي قدمتها أمريكا النهاردة 95 مليار، انضم لها مليار واحد للي بيموتوا في غزة، بينما أرقام مذهلة لإسرائيل وتايوان 6 مليار دولار. النهاردة الصين طبعا بتحذر من ان ده خطر جدا، وروسيا بتحذر من مساعدة أمريكا المالية الكبيرة العسكرية لأوكرانيا، وبتعتبر أن ده انخراط مباشر في الحرب ضدها. طيب نروح بقى لغرفة بورسعيد التجارية اللي تفقد محافظها النهاردة اللي هو عادل الغضبان الأسواق ورافقه رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية محمد سعدة ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية، وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع. وأشار سعدة لأن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات اللي بدأت الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وأن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50-70%. انخفضت أسعار الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد الشبار من 250 جنيه ل100 جنيه، وباقي الأنواع بوري بولتي مكرونة جمبري دينيس بياض. سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية بيؤكد أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار لطبيعتها، وده مش معناه وقفنا ضد التجار أو الصيادين، وإنما تغليب مصلحة المستهلك اللي هو المصلحة النهائية، خصوصا أن أسعار الأسماك شهدت انفلاتا كبيرا في الأسعار. والحقيقة يعني أنا مندهش، أنا مش عارف إيه دور الغرف التجارية بالظبط، يعني هل هي دورها انها تدافع عن المستهلك؟ طب ما قامتش هي ليه بالمقاطعه؟ طب ما ضغطتش هي ليه على التجار؟ طب ما جابتهمش وقعدت معاهم ليه وقالت لهم المغالاه مفزعه؟ لكن شكرا للشعب. في ناس كده دايما لما تشوف الناس تتعب تجري هي تاخد اللقطه وتقول لك انا اللي عملت، لكن الحقيقه لا، مش انا اللي عملت، اللي عمل الشعب، اللي عمل الناس، اللي عمل الأستاذ، خليني أقول لكم اسمه مرة تانية لأن هو فعلا الحقيقة وسام الصفتي،
ده منسق حملة مقاطعة الأسماك، وده اللي بدأ على صفحته زي ما سمعنا مع بعض من أسبوع، وقلنا لهم خليكم مكملين وإحنا معاكم بنوضح شغلكم هو وصورتكم المشرقة للناس، إن ده ممكن يتكرر ويتنقل لأماكن تانية وهيجيب نتائج كويسة، مش بس في الأسماك لكن في أي سلعة المستهلك يحس إنها زادت زيادة مستفزة وملهاش معنى ولا منطق. أروح معاكم لنيافة الأنبا أرمية، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرتها المركز الثقافي والقبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، اللي تقدموا بخالص التهاني لنيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب بمناسبة عيد رهبنته 48. احنا كمان بنقول سيدنا أنبا موسى كل سنة ونيافتك بألف خير، وفرحانين بصحتك وخدمتك، وإن شاء الله بمناسبة هذه المناسبة العيد 48 لرهبانته هيكون لنا معاه حلقة إن شاء الله قريب قوي على الشاشة هتشوفوها معانا. خلونا نخرج لفاصل ونرجع نكمل أخبار. أهلا بحضراتكم معايا مرة تانية. النهاردة طبعا في كلام عن أنه كان في لقاء ما بين دكتور أشرف زكي والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين بخصوص قواعد تغطية الإعلام والصحافة للجنازات وبالذات جنازات الفنانين. أنا كنت مع دكتور أشرف قبل ما أجي دلوقتي، كنا في تأبين الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، وكان معانا إيهاب فهمي وعدد من أعضاء النقابة مجلس إدارة النقابة. النهاردة صرح خالد البلشي أنه يتم الإعلان عن قواعد واضحة تخص ضوابط التغطية الصحفية للجنازات، وأكد أنه لا خلاف بشأن صيانة الحياة الشخصية واحترامها، وأشار لوجود مقترح بمشاركة شركة خاصة في تنظيم وجود الصحفيين في الجنازات ووضع أكواد معينة للتغطية تكون ملزمة. وفي حين أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، وأن الظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الموبايلات طبعا يعني ربما تكون مش في خدمة الصحافة. أيضا معنا الأستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. مساء الخير أستاذ جمال، باعتبار حضرتك ألو مساء الخير، حضرتك سمعني؟ سامعك معاك. اهلا بيك استاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين. يعني هل احنا دلوقتي قدرنا نفرق ما بين محبه الناس للفنان اللي بتخليهم يتكالبوا على الجنازه او على العزاء، وما بين وجود كم من الكاميرات والموبايلات والمضايقات، وما بين كمان اظهار ده في حاجه ما لهاش علاقه خالص بالفنان، انهيار معرفش مين وتخش ما تلاقيش اي انهيار، معرفش فستان مين عدت على طليقها وما سلمتش عليه، احنا بقينا في سكة تانية خالص. تمام، انا بتفق معك تماما. انا عايز اقول بس في البداية ان قضية تغطية الجنازات للمشاهير بصفة عامة وليس الفنانين، لان ليسوا الفنانين فقط هم المشاهير. قضية تغطية الجنازات للشخصيات العامة أنا من وجهة نظري أنها قضية مهمة. البعض بيقلل من هذا الموضوع، لكن أنا شايف أنها قضية مهمة. طيب نقوم بتغطيتها؟ طبعا لابد أن يتم تغطية هذه الجنازات، لأن أنا كصحفي ناقل للخبر وأنا بنقل هذا الأمر للرأي العام، أنا بنقله للشعب المصري. كمان ان الفنان او الشخصية العامة بصفة عامة هو ليس ملكا لنفسه وليس ملكا لأسرته، بل هو مملوك للشعب المصري. فالطبيعي جدا مثلما كان الشعب يتابعه اثناء وجوده على قيد الحياة ويتابع اعماله سواء كانت فنية او رياضية او اقتصادية او دينية، ف
فأمر طبيعي جدا أن يتابع قضية أو يتابع جنازته. ده أنا شايف أنه ده أمر طبيعي ولا يجوز لأحد أن يمنع هذا الحق. يعني لا يجوز لأحد أن يمنع هذا، هو حق للصحافة وحق للشعب المصري أن يتابع هذا الأمر. ولكن في الأونة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة اللي حضرتك تكلمت عنها، طبعا هذه ظاهرة مسيئة، ولكن أنا بقول أن هذا الأمر ليس يعني هؤلاء الأشخاص الذين نشاهدهم عبر اللايفات وعبر لا، هؤلاء ليسوا صحفيين ولا علاقة لهم بالصحافة، هم أشخاص يعني لهم صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وهدفهم الأساسي تحقيق الربح من وراء هذه الأفعال. لكن الصحفيين لا يمكن أن يقوموا بمثل هذه الأعمال، بالعكس يمكن. أنا في اللقاء النهاردة قلت أني أنا طوال عملي في الصحافة على مدى 30 سنة وخصوصا في فترة التسعينيات كنا نتابع جنازات ضباط الشرطة الشهداء الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي الجماعات الإرهابية، وكانت تغطية هذه الجنازات عبارة احنا كنا بننقل الصورة الإنسانية، فكان كنا بنساهم في مكافحة الإرهاب. فأنا شايف ان تغطية الجنازات ده امر عادي وامر طبيعي. طب ايه اهم مدار في الاجتماع تاني يا فندم النهاردة؟ هو كان الهدف الاساسي، يعني هو الاستاذ اشرف زكي اكد اني هو لا يقصد ابدا الاساءه للصحفيين، وهو يعلم ده شيء مفهوم. بس هي المشكله برضو، خليني اقول لحضرتك بصراحه وحضرتك اعلم مني، هي المشكله ان في ناس بتعمل في وسائل صحفيه بتطلق برضو جزء من هؤلاء وعلى حسب شطاره اللي بيجيبه بينشر له او ما بينشرلوش. ما برضو عندنا عدد كبير من الناس متأرجحين كده، هم مش عارفين، هم نفسهم مش عارفين اذا كانوا صحفيين ولا لا. يعني اعرف حد بيكتب في وسيله سريعه الانتشار جدا وليها مئات الالوف من المتابعين وعنده صفحه كامله وهو مش مقيد بنقابه الصحفيين حتى الان. فهي الفكره برضو حسم موقف هؤلاء مهم. احنا بالنسبه لنا طبقا للقانون نقابه الصحفيين، الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين ويستثنى من ذلك المتدربين بالصحف سواء كانت قومية أو حزبية أو خاصة الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. خلاف ذلك أنا ما أقدرش أقول على هؤلاء أنهم صحفيين، يعني لا ما أقدرش أقول إنه أنا اللي هم أعضاء النقابة والمتدربين بالصحف الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لكن أنا ما أقدرش أقول على واحد عنده صفحة على الفيسبوك وبيبتز الآخرين ما أقدرش أقول على صحفي. فإحنا يمكن من الأمور اللي اتفقنا عليها النهاردة إن هذا الأمر محتاج تنظيم، طبعا محتاج تنظيم، والتنظيم ده موجود على فكره في بعض، يعني موجود في الاستادات الرياضيه مثلا، عندنا رابطه النقاد الرياضيين او الصحف بترسل كشف اسماء الصحفيين الى اجهزه وزاره الشباب والرياضه او اتحاد الكوره وبيكون في كشف. هل ممكن يحصل ده في جنازات وعزاءات المشاهير؟ هي هتبقى صعبه، يعني هي يعني هقول لك على سبيل المثال، يمكن انا بالامس كنت بتكلم مع زميله مسيحيه وقالت لي ان هذا بتغطي الكنيسه، قالت لي ان هذا الامر تم تقنينه في الكنيسه ايضا وتم تقنينه في الازهر، بس دي اماكن مقفوله استطيع ان اقننها بالزبط. لكن موضوع الجنازات في الشارع، يعني لما اقول على سبيل المثال ان انا هغطي جنازه في مسجد الشرطه في منطقة الشيخ زايد، مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد وأنا من سكان أكتوبر على طريق المحور طبعا. يعني ده أمر، يعني ده مكان مفتوح للعامة وخارج مبنى المسجد ممكن جدا يبقى هؤلاء موجودين، يعني مش بالضرورة طبعا. مش هتحكم زي ما بتحكم. احنا النهاردة في نقطة تغطية الجنازة بصفة عامة لابد أن تكون متاحة. أما العزة ده الأسرة أقامت عزة مثلا في مسجد عمر مكرم، الأسرة من حقها توافق على دخول صحفيين أو لا. ثانيا إحنا برضو قلنا نقطة تانية مهمة، أثناء عملية الدفن في المقابر ده برضو أمر مرفوض بالنسبة لنا، يعني موضوع إن أنا أدخل المقابر دي مسألة مؤلمة جدا، يعني مؤلمة جدا طبعا. أنا بشكر سعادتك يا فندم على وجودك معايا أستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأتمنى أنا عرفت برضو إنه العزة بتاع الفنان الكبير
صلاح السعداني رحمه الله، عرفت انه حصل يعني طبعا الـ 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 الجنازة كانوا هم اعلنوا عن رغبتهم كأسرة انه ما يبقاش فيه صحافة، لكن البيان صدر بين الجنازة والعزلة بسبب اللي حصل في الجنازة، فكان القنوات احترمت رغبة الأسرة وما جاتش، لكن كان في يعني بعض اللي بيخطفوا كده بيطلعوا موبايلهم ويخطفوا. وانا النقطه اللي كنت بناقشها مع استاذ جمال عبد الرحيم، انه يجب على الصحافه والمواقع الالكترونيه للصحافه انها لا تنشر اسم اي شخص غير اللي ذكرهم حضرته، يعني اي شخص مش عضو نقابه صحفيين او مش متدرب رسمي في الصحافه في المنشاه الصحفيه الفلانيه او كده، يبقى اذا هو لا يمارس مهنه الصحافه. يبقى انا ما شجعوش واقول له على قد ما تقدر بس هات لي اخبار وانشر اسمه كمان، صح ولا غلط؟ دي بقى مسألة محتاجة حسم. طيب أروح معاكم للرئاسة الفلسطينية اللي في ظل يعني إغداق أمريكا بالمساعدات على دول تانية، 61 مليار دولار لأوكرانيا، 13 مليار لإسرائيل، 6 مليار لتايوان نكاية في الصين، 9 مليار مساعدات للدول الضعيفة، يعني مش عارف هيدوروا بقى على دول الضعيفة. الرئاسة الفلسطينية انتوا عارفين الأونروا كانت إسرائيل اتهمتها بأن الموظفين بتوعها على صلة بمنظمات إرهابية، فألمانيا امبارح قالت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن دليلا دامغا على هذا الأمر، اللي على أساسه كأنه مترتب جرية أمريكا وبريطانيا ودول كتير منعت تمويل الوكالة الوحيدة المصرح لها بغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وهي تابعة للأمم المتحدة، وطلبت ألمانيا بالأمس هذه الدول أنها ترجع تمول لأن الوضع كارثي في فلسطين. فتقرير أممي بشأن ادعاءات إسرائيل بخصوص الأونروا رحبت به الرئاسة الفلسطينية. التقرير بيؤكد أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن التقرير دعوة لكل الدول اللي اتخذت قرارات مسبقة بإيقاف تمويل الأونروا أنها تراجع قراراتها وتتخذ قرار مناسب بإعادة التمويل لما له من دور كبير في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة اللي بيتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الفلسطيني. بالمناسبة النهاردة كان في اقتحام للحرم الإبراهيمي في الضفة الغربية، وفي إجراءات مشددة من القمع مورست على السكان الفلسطينيين عشان السماح ودعم المستوطنين اللي راحوا عملوا ونفذوا هذا الاعتداء. ما زلنا في فلسطين، حيث عقدت جامعة الدول العربية جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية. طلب المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية الولايات المتحدة بإيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على ضرورة معاقبة إسرائيل بجرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية أن القرارات الدولية والتظاهرات العالمية لم تستطع ردع إسرائيل عن ارتكاب جرائمها، وقال لا يوجد من يفوق إسرائيل سوءا في جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. يا سيدي الفاضل، أنت تطالب أمريكا بألا تصدر، كلمة تصدر دي معناها تدفع تودي أسلحة وتاخد فلوسها، لكن هي تتبرع ب 13 مليار معونات عسكرية لإسرائيل كي تقضي عليكم وربما على المنطقة، والعالم يقف مكتوف الأيدي وفي القلب منه الدول العربية. هنشوف بقى بيان القمة اللي جاية، لأن هناك اتفاقات إبراهيمية ما بين دول الخليج وما بين إسرائيل، وبعضها اتفاقات عسكرية. طيب بالنسبة بقى للإشاعات اللي قالت إنه مصر
موافقة على ضربة عسكرية لرفح بس بتطلب فلوس وبتطلب معدات، دي صحافة أجنبية قالت كده. طبعا امبارح والنهاردة وأكتر من تصريح بيؤكد امبارح سامح شكري والنهاردة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديقرا شوان، وأفتكر ست الرئيس أيضا النهاردة تناول هذا الموضوع. النهاردة نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديقرا شوان نفيا قاطعا ما تم تداوله ونشره بأحد الصحف الأمريكية، وأنا كنت قلت لحضراتكم الخبر ده قبل كده، إحدى الصحف الأمريكية الكبرى بادعاء أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي بشأن خططه للاجتياح المزمع لرفح. ديقرا شوان بيؤكد الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح اللي هيؤدي لمذابح، خسائر بشرية فادحة، تدمير واسع، إضافة إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي. وأوضح أن تحذيرات مصر المتكررة وصلت بكل السبل وعن طريق كل القنوات للجانب الإسرائيلي منذ طرح فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح بسبب خسائرها المتوقعة وما يتبعها من تداعيات شديدة سلبية على استقرار المنطقة بكاملها. دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مساء الخير يا فندم. مساء الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام. يعني إحنا يعني مش عارفين نعزيكم في أنهي كارثة ولا أنهي مجزرة ولا أنهي مألمة، لكن يعني إحنا بجد بكل جوارحنا وقلوبنا معكم، وأديك حضرتك طبعا شايف ومتابع التصريحات الرسمية امبارح بين وزير الخارجية المصري ووزير خارجية أيرلندا وسيادة الرئيس، والنهاردة رئيس هيئة الاستعلامات. في رأي حضرتك ايه بالظبط التحذيرات اللي مصر وضحتها اكتر من مرة، والى اي حد ترى خطورتها بشأن اجتياح اسرائيل لرفح الفلسطيني؟ يعني اولا في البداية اشكر لك كافة هذه المشاعر الطيبة والنبيلة التي هي تنبع عن انسان مصري اصيل يؤمن بان الكل هو في خندق واحد في اطار المواجهة، في اطار حفظ قيم الانسان والدفاع عن حقوق الإنسان وقيمه، وليس بالجديد على مصر العروبة التي دائما سطرت أروع الملاحم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، بل كانت هي الأمينة على القضية وصاحبة أو ذات الأياد البيضاء على القضية الفلسطينية. نحن نعلم جيدا بأن هناك مؤامرة تحاك في محاولة الزج بالدور المصري، خاصة أن الدور المصري منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقفا مصريا ثابتا تحدث به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، سواء أمام قمة القاهرة للسلام أو في القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض أو أمام قمة بريكس، بالإضافة إلى كان الخطاب المصري في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن هو خطاب موحد، وضع رؤية وضع خارطة الطريق تدين أولا العدوان الإسرائيلي وتطالب بتحقيق بإيجاد لجنة تحقيق لما جرى من قبل الاحتلال وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، هذا من جانب. من جانب آخر مصر أطلقت العنان لإدخال المساعدات بكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، وبذلت جهودا جبارة في هذا السياق لأجل إيصال تلك المساعدات إلى أبناء الشعب الفلسطيني، فتحت معبر رفح على مدار الساعة، فتحت مطار العريش، بدأت بعملية الإنزال الجوي للمساعدات في المناطق التي حرم الاحتلال الدخول إليها، رغم المؤامرة التي حاول البعض إحاكتها ضد الدور المصري للحد من التحرك المصري لمواجهة الاحتلال وللعمل على وقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني وإطلاق أفق سياسي يفضي بالنهاية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أننا نعلم جيدا بأن هناك بعض الأقلام الصفراء وبعض المؤامرات وبعض الخيوط التي تحاول عرقلة الجهود المصرية. طب اسمح لي يا أستاذ جهاد، عايز أسأل سعادتك يا دكتور، يعني النهاردة المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيقول إحنا نمضي قدما في عملية رفح، وقال إن إبعاد المدنيين عن مناطق القتال جزء أساسي من استراتيجيتنا، وخلال الساعات الأخيرة قصفنا 40 هدف في عيتا الشعب جنوب لبنان، شملت مخازن أسلحة وبنى تحتية لحزب الله. بالنسبة لفلسطين يا فندم، كيف تتلقون مثل هذه التصريحات مع تصريح
الخارجية الأمريكية النهاردة بتخصيص 13 مليار دولار، يعني في حين مصر لأنها تساند الفلسطينيين طلبت قرض ب 3 مليار دولار، استمرت البنوك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مماطلة مصر ومحاولة فرض سياسة على الإصلاح الاقتصادي المصري لمدة طويلة جدا، شهور عديدة يعني، بينما بسهولة جدا 13 مليار دولار مساعدات عسكرية. كيف تشعرون إزاء هذه الحقائق وهذه التصريحات؟ يعني نحن نعلم جيدا بأن ازدواجية المعايير وسياسة الكلب مكيالين هي التي لا زالت تسيطر هناك، وكما قلنا في بداية الحديث بأن هناك محاولات ومخططات لثني مصر عن دورها الإقليمي باتجاه قضايا أمتها العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ما يتعلق بموضوع رفح هناك رفض كامل من قبل مصر من بداية المخطط الذي كان يهدف إلى التهجير القسري، وكان هناك خطوط حمراء وضعتها مصر حتى أصبحت الرؤية المصرية رؤية عالمية ترفض فكرة التهجير القسري. بما يتعلق بعملية رفح، نحن نعلم جيدا بأن هناك موقفا مصريا حازما وحاسما بعدم الدخول إلى رفح من قبل قوات الاحتلال والقيام بعملية عسكرية في ظل حالة التكدس الكبير لأكثر من 1,700,000 مواطن متواجدين في منطقة رفح، التي هي بالأساس لا تتسع لأكثر من 200,000 مواطن، أي بمعنى أن هناك مجزرة كبرى سترتكبها دولة الاحتلال. على السياق الآخر، نحن نعلم بأن هناك حربا اقتصادية تشن على مصر في هذا السياق، ونعلم بأن كل المحاولات وما يفعله صندوق النقد الدولي من اشتراطات على الاقتصاد المصري ومن محاولات تغلف بكلمة إصلاحات ولكن هي ليست بإصلاحات، في المقابل 26 مليار دولار يقرها الكونغرس الأمريكي لصالح إسرائيل، منها 13 مليار مساعدات عسكرية والآخر هي أموال ومساعدات اقتصادية لدولة الاحتلال. وسبق ذلك منذ بداية العدوان، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الأول لما بعد 7 من أكتوبر بصفقة بقيمة 7 مليارات دولار تم توريدها إلى دولة الاحتلال مباشرة، ومن ثم 14 مليار دولار، واليوم نتحدث عن 26 مليار دولار، أي أن بأن هناك دعما عسكريا ودعما ماديا واستراتيجيا لدولة الاحتلال، لأن بايدن تحدث صراحة عندما زار إسرائيل وقال لو لم تكن دولة إسرائيل موجودة لعملت على إيجادها، لأنها هي تخدم المشروع الغربي والمشروع الاستعماري بداخل المنطقة. بالنسبة لفندم بالنسبة لجلسة جامعة الدول العربية النهاردة على مستوى المندوبين الدائمين والكلمة المهمة اللي قالها مندوب فلسطين والمطالبة بأنه طبعا يعني خلاص ما فات أوانها، يعني هو كان بيطالب أمريكا أنها ما تصدرش لإسرائيل، مش تمنح لإسرائيل معدات عسكرية وتدعم اقتصادها بهذه المليارات الكثيرة. يعني في دلوقتي إعداد لقمة 33 للدول العربية في المنامة إن شاء الله خلال شهر مايو، ما الذي تأملون كفلسطينيين من هذه القمة، وما هو شكل المخرجات التي تتمنونها على قادة الدول العربية سواء مساعدة مادية للشعب الفلسطيني أو لهجة حاسمة قاطعة تجاه مجازر إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني؟ يعني أعتقد بأن التساؤل هو ينقسم إلى شقين، وهو تساؤل مهم جدا، أشكر حضرتك على هذا التساؤل. أولا بما يتعلق، نحن نعلم بأن هناك أكثر من 100 صفقة سلاح أمريكية لدولة الاحتلال، تمت منها ما تم بشكل سري ومنها ما تم بشكل علني للحفاظ على التفوق العسكري وتفوق التسليح لدى دولة الاحتلال، وهذا ليس بالغريب على الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تبقى مساندة بشكل كامل لدولة الاحتلال أيا كانت، فهي تقدم لها المساندة على المستوى السياسي والقانوني في مجلس الأمن وفي الهيئات الدولية من خلال استخدام حق النقد الفيتو وغير ذلك. ولكن يبدو بأن معظم المناشدات والنداءات والاستغاثات التي تطلق من قبل الأحرار بالعالم ومن قبل الدول العربية هي لن تلقى أذان صاغية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى دولة الاحتلال، التي في بعض الأحيان هي تعارض الخطاب الأمريكي بل تفتتح على الخطاب الأمريكي أمريكا وتحاول القفز عليه. هذا من جانب. من جانب آخر المتعلق بالشق الآخر من التسليح
التساؤل حول ما هو المطلوب من القمة العربية التي ستعقد في شهر مايو. أعتقد بأن هناك العديد من المطالب والمواقف المطلوبة عربيا. نحن أولا نطمح لأن يكون هناك موقفا عربيا موحدا ومساندا للشعب الفلسطيني وقضيته، وخاصة في عدة جوانب منها الجانب المالي كما تفضلت. هناك كافة القمم العربية أقرت شبكة الأمان لصالح دعم الشعب الفلسطيني بقيمة 100 مليون دولار شهريا، ولكن حتى اللحظة لم يصل منها أي شيء، بل العديد من الدول العربية امتنعت عن سداد ما كانت التزمت به في القمم العربية، وترك الشعب الفلسطيني تحت قرصنة الأموال التي تقرصن عليها دولة الاحتلال وتسلب أموال الشعب الفلسطيني. أشكرك دكتور جهاد جدا على وجودك معايا، وأنا أعلم أن الهم كثير، وأنه يعني أتمنى لكم كل التوفيق، وأن ربنا يعني يمد إيده في هذه القضية وينقذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني الصامت. دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك. أختم برضو بإدانة أخرى وجديدة من روسيا، مش بس لأمريكا والواحد وستين مليار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، لكن لقيود يفرضها مجلس الأمن على الدول الأفريقية. مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بيؤكد إدانة موسكو لقيود وجزاءات مفروضة من جانب واحد على الدول الأفريقية، وقال إن إحنا بنحاول كروسيا إنه نقدم مساهمات مهمة في تعزيز إمكانات الدول الأفريقية، ولكننا نعارض بشدة وأساسي بشكل أساسي فرض أي وصفة تنظيمية سياسية من خارج الدول، ونؤيد تخفيف ضغط العقوبات على الدول الأفريقية ذات السيادة. بشكركم جدا، فاصل قصير ونروح لفقرة الحوار، خليكم معنا. تحيا الأرض اللي شالتنا، يحيا الحضن.